أسد الستار أمسى على طبعا أولمبياد باريس 2024، بعد ما استمرت منافسات كده لمدة 18 يوم، شهدت طبعا العديد من المنافسات القوية، وكمان كان فيها مفاجآت كتيرة جدا مع ختام منافسات أمس. توجت الولايات المتحدة بذهبية منافسات كرة السلة للسيدات بعد الفوز على فرنسا بنتيجة 67-66، لتنتزع صدارة ترتيب ميداليات أولمبياد باريس من الصين، ورفعت أمريكا رصيدها ل40 ذهبية مثل الصين، لكنها تتفوق بفضل تحقيق 44 ميدالية فضية مقابل 27 ميدالية فضية للصين. كمان توجت جينيفر فلانتي بذهبية سباق الألومنيوم للدرجات، لتضع كده الولايات المتحدة أيضا في الصدارة في اليوم الختامي لأولمبياد باريس. حصدت المتسابقة الأمريكية اللقب بعد ما جمعت 144 نقطة، متفوقة بفرق 13 نقطة على اللاعبة البولندية، عشان تواصل أمريكا هيمنتها كده في صدارة ترتيب ميداليات الألعاب الأولمبية بعد ما تصدرت أولمبياد طوكيو 2020 برصيد 113 ميدالية، ومن قبلها كمان أولمبياد ريو اللي كانت 2016 برصيد 121 ميدالية.